كابتن بلال سريعا، هل تتفق مع كلام الكابتن عادل والكباتن ولا بقالك ساعه الا ربع؟ سريعا سريعا سريعا، دي 50 نقطه. قول سريعا ازاي؟ ده بقاله 7 دقايق بيتكلم. معلش خد وقتك يا بلال. لا لا عشان سريعا يبقى سيدي من الاول، عشان ندخل بس على ماتش اسماعيلي بعديك. لا اتفضل يا كابتن. خلاص، هل تتفق مع كلام الكباتن ولا ليك رؤيه اخرى؟ اتصل يا بلال. المشكله في الاقدميه. احنا بنعمل تقسيم بس يا بلال، اختصر قد ما تقدر. اتفضل يا كابتن. اتفق يا كابتن. ماشي. لا كده خلاص. لا 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 اتفضل. طبعا الكباتن يعني اتكلموا في النقط الفنيه والنقط الاداريه، والكابتن عادل اتكلم في نقطه مهمه جدا، نقطه ان انت وانت بتتعاقد مع المدير الفني انت عايز ايه؟ ايه الاحتياجات اللي انت بتبقى عايزها من المدير الفني؟ انت جايبه ليه؟ تمام. اولا جبت فينجادا ليه وجبت كيروش ليه؟ ايه السبب يعني؟ هل انت جبت فينجادا عشان هو يشتغل على تطوير كره القدم المصريه كمنتخبات واداره الدوريات في قطاعات الناشئين والاشراف على المنتخبات وتعيين المدربين ليهم، وبالتالي ينمي كره القدم من النشء في مصر؟ هل انت جبته عشان تتعاقد معه على هذا الاساس، ولا جبت واحد مسمى انه فينجادا؟ احنا النهارده بنعمل تايتل جديد اسمه المدير الفني للاتحاد كره القدم المصري. هل انت جايبه عشان التايتل؟ عشان يبقى انت اسمك كده عملت شو كويس وتعاقدت مع راجل عنده اكسبيرينس كويسه في كره القدم؟ تمام. اللي احنا بنشوفه منتخبات الناشئين بقى لها فتره في تدهور تام يعني ما يعني للاسف الشديد، وده بيظهر نتائجه على المنتخب الاول. يعني انت النهارده بتشوف المنتخب الاول، بتبص على اللي تحتيه، بتلاقي ان الامور صعبه جدا 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 جدا. الدوريات في قطاعات الناشئين سيئه جدا جدا جدا، مفيش لعيبه بروميسنج بنشوفها. تمام، يعني باستثناء واحد او اثنين، المفترض ان انت كمنتخب مصر يبقى عندك منتخب كبير ومنتخب محليين يعني موازي للمنتخب الكبير واولمبي. يعني هنتكلم على المنتخب المحلي، ان هي دي البطوله الرسميه اللي موجوده حاليا في الاتحاد الافريقي يا كابتن. تمام. كيروش لما تعاقدت معاه الاقاويل كترت، ده راجل عشان جاي يصعدنا كاس عالم يعني عارف ان كمان الكلام لما يعني تحطه كده ترجعه وتحاول ان انت تفهمه، هتلاقي ان المغزى بتاعه مش حلو، سيء. يعني انا متعاقد معاه عشان يوصلني كاس عالم؟ يعني هل انت مثلا الكواليتي اللي موجوده عندك واللعيبه والاسماء والادارات وكل ده محتاجين نجيب واحد زي كروش عشان يصعدنا كاس عالم؟ ما احنا صعدنا بكوبر المره اللي فاتت، ووصلنا فاينل افريقيا مع مستر كوبر باداء ما كانش مرضي للناس كلها. مرضي. النهارده انت الاداء غير مرضي والنتائج ايضا غير مرضيه مع كيروش. تمام، مع يعني كل التصريحات يعني اللي بيقولها الاداء برضه ما عجبكش المباراه اللي فاتت؟ لا على الاطلاق. انت كابتن علاء قال الفار انقذك من تعادل المباراه اللي فاتت. في الدوريات الاوروبيه الكوره دي ما تحسبش ابدا على الاطلاق. صحيح. يعني ما تحسبش. لو في الدوري المصري هنحسب فاول وفاول وانذار وكل الحاجات، ولكن الاعاده اثبتت ان هي فعلا فاول. ما انا بقول لك اهو، في الدوري المصري فاول طبعا. أي. طبعا طبعا. أي. لكن في اوروبا دي ما بتحسبش خالص. خالص يعني في الدوري الانجليزي ما بتحسبش خالص. أي. تمام. فانت النهارده تخطيت او هتتخطى الدور دوري المجموعات او دور المجموعات بمساعده الفار. هل هي دي القدرات والامكانيات اللي انت جاي من خلالها تصعدنا كاس عالم؟ ما هو انت برضه انت بتقيس على ايه؟ ما انت بتقيس على المستوى ده، على مستوى افريقيا. ما انت اللي هتلعبك في بطوله كاس، في التصفيه بتاعت كاس العالم، واحده من الفرق دي غينيا اداء سيء جدا 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 جدا. تمام. الشوط الثاني هم افضل منك بدنيا، افضل منك جماعيا، راحوا على الجول اكتر من مره، مع انك بتلعب فرقه غير مصنفه ان هي تعدي دور المجموعات، وانت فرقه كمنتخب مصر المفترض انك راح تاخد بطوله. صحيح. او على الاقل توصل للفاينل، ولو ما وصلتش يبقى تالت او رابع يعني. انما اللي احنا رايحين له في الحته دي انك مش هتعدي دور ال 16، استحاله بالشكل ده مش هنعدي دور ال 16 الا لو السيناريو لعب في مصلحته. احنا هنفضل نستنى السيناريوهات تلعب يعني أول لو لعبت يا زهر مش هتعتمد على الحظوظ في كل الاوقات. يعني صعب جدا ان انت تعتمد ان انت مثلا تشتغل على الخصم ده، هيقع الجزائر هتقع، كوت ديفوار مش هتصعد، المغرب مش هيتأهل، مين حصلت له مصيبه، مين عنده كورونا، وفي الاخر الحمد لله صعدت. لا، الكلام ده مش في الكوره. في بعض الاوقات ممكن الحظ يساعدك، لكن في كره القدم لا، ما اعتقدش ان الحظ هيساعدك.